هعرف التعريف. مهارة حل المسائل الرياضية، ودي من أكتر الحاجات اللي في ناس كتير ما بتحبهاش. إزاي أحل المسألة بسهولة؟ لازم أكون عندي رموز حافظها، قوانين ووحدات قياس. أول حاجة بعملها بحول المعطيات اللي عندي لرموز، وبكتب القانون المناسب ليها، وأشيل الرمز وأعوض عنه، وفي الآخر بستخدم الآلة الحاسبة بتاعتي عشان أحصل على النتيجة. وكمان منساش كتابة وحدات القياس، وبكده أقدر أخد الدرجة الكاملة للمسألة. طب تعالوا نطبق الكلام ده. طبعا احنا ما درسناش، بس هنطبق الكلام اللي احنا قلناه. الخطوات دلوقتي، دي مسألة بتتكلم عن سيارة بتسير بسرعة ابتدائية قدرها كذا، وخلال 2.5 ثانية، من غير ما اكون دارس، طالما قال لي 2.5 ثانية يبقى هو بيتكلم هنا على ايه؟ على وقت. وقال لي سرعة نهائية قدرها كذا، وعايز العجلة. انا كده شفت عدة كلمات ممكن احدد ليها رموز. يعني مثلا كاتب لي سرعة ابتدائية، يبقى انا عارف ان السرعة الابتدائية دي في نوت. كاتب لي ثانية، يبقى هو بيتكلم على زمن. كاتب لي سرعة نهائية، يبقى بيتكلم على في اف. وطالب عندي العجلة اللي هي الايه. مجرد ما انا عرفت المعطيات اللي عندي والمطلوب وحولتهم لرموز بالشكل ده، من خلال رص الرموز كده تحت بعضها، ايه هو القانون اللي بيحتوي على الاربع رموز دول، على طول هحدد القانون بتاعي وابدا اشيل الرمز واحط قيمته، استخدم الاله الحاسبه، ومنساش اكتب وحده القياس بتاعتي. تعالوا نشوف كده، دي مساله مختلفه شويه. احنا خلاص اكتسبنا خبره من المساله اللي فاتت. برضو هنا بيتكلم على اتوبيس وبيسير بسرعه معينه، وقال لي معدل التغير في السرعه دي اللي مقصود بها العجله، واداني طالب مني هنا الايه؟ المسافه. طيب ما ينفعش اشتغل بالقانون اللي فات، لا، لازم استخدم قانون يحتوي على المسافه. المسافه اللي هي رمزها ايه؟ رمزها دي. يبقى في الحاله دي ببدا احط البيانات بتاعتي. انا هنا عندي في اف، عندي في نود، عندي الاي، عندي الدي. يبقى هشتغل على القانون اللي بيحتوي على الاشكال اللي قدام مني او الرموز اللي قدام مني. وبمنتهى البساطه انا بعمل ايه؟ بشيل الرمز واحط قيمته في القانون، واشتغل رياضه عادي خالص بالاله الحاسبه بتاعتي، وهيطلع لي الناتج بتاعي. وما انساش ان انا بتكلم على مسافه، والمسافه وحده قياسها بالمتر. يبقى عرفنا ازاي انا اقدر احدد المساله او احدد القانون بتاعي. طيب الحاجه الجديده بالنسبه لي بقى هي معادله الابعاد ام ال تي. دول ثلاث رموز بيشيروا الى حاجه في وحدات القياس. الام بتشير الى الكتله، ال بتشير الى الطول، والتي بتشير الى الزمن. تعالوا نشوف كده. كلمه كتله اسمها ماس، يبقى الام دي بتعبر عن الكتله. كلمه طول اسمه لينث، يبقى اول حرف فيه هو ال، وبالتالي حرف ال ده بيعبر لي في معادله الابعاد على الاطوال. تي التايم او الزمن بتاعي. طب هل انا مطالب ان انا احفظ الكلام بالانجلش؟ لا، انا بس بعرف حضرتك الرموز دي جت منين. يعني محدش يقول لي الكتله كاف جت الام دي منين. الشكل اللي عندي تحت ده الصيغه او الشكل اللي بتكتب بيه معادله الابعاد، والحروف اللي موجوده فوق في الاس هنا دي عباره عن الكميه الفيزيقيه بتحتوي على ايه من الكميات دي. برضو نبسطها كده، حضرتك ما عندكش طريقتها لكن عندك الحفظ النهائي. يعني السرعة هي مسافة على زمن، الكلام ده احنا خدناه في الاعدادي. طب مسافة يبقى بيتكلم على اطوال، يبقى اعبر عنها بالايه؟ بحرف ال. الزمن اللي هو تي، يبقى بعبر عنه برمز حرف التي. طب لو الناس الشاطرة في الرياضة بقى، لو انا عندي كسر وعايز اجيب التي واطلعها فوق الكسر فوق، هعمل ايه؟ الناس بتوع الرياضة، هغير إشارة الأس وأخليها بدل ما هي موجب تبقى سالب. يبقى عندي معادلة الأبعاد ال تي سالب واحد. المفروض أنا أحفظ دي ال تي سالب واحد. أنا عندي حوالي 6 أو 7 معادلات أبعاد المفروض إن أنا أحفظها الترم ده. لو أنا حفظتها بالطريقة دي هلاقي نفسي مش هتتدخل معايا. طب تعالوا نجرب حاجة تانية، مثلا العجلة. العجلة دي سرعة على زمن.
طب ما انا عندي معادلة ابعاد السرعة ال تي سالب واحد والزمن تي، لو انا عايزة ارفعه فوق هعمل ايه؟ هغير اشارة الاس. طب انا عندي فوق سالب واحد والتي برضه هتطلع لي فوق بالسالب واحد. احنا عندنا قاعدة في الرياضة بتقول لو الاساسات متساوية بعمل ايه في الاسس؟ بجمعها، بقت ال تي سالب اتنين عشان عندي سالب واحد اللي فوق وسالب واحد اللي طلع لها من تحت. اللي انا هحفظه ايه هو الشكل النهائي، يعني حضرتك هتسأل كده معادلة ابعاد السرعة هتقول له ال تي سالب واحد، معادلة ابعاد العجلة ال تي سالب اتنين. طب تعالوا نجربها كده، ها القوة بتساوي كتلة في عجلة، فكر معايا، القوة اللي هي الاف، الكتلة بتاعتي ام. طب والعجلة؟ ما انا لسه قايلة فوق ان العجلة ال تي سالب واحد، يبقى انا دلوقتي هكتب معادلة الابعاد ازاي؟ هكتب الام واكتب جنبها ال تي سالب اتنين اللي هي بتاعت العجلة. اوكي، يبقى معادلة ابعاد السرعة ال تي سالب واحد، معادلة ابعاد العجلة ال تي سالب اتنين، القوة عشان هي عبارة عن كتلة فعجلة حطينا الام اللي هو الرمز بتاع الكتلة وحطينا جنبها معادلة ابعاد العجلة. هندرس بعد كده الحركة، انواع الحركة، عندي نوعين من انواع الحركة، حركة انتقالية وحركة دورية. عشان نبقى فاهمين فكرة الحركة، الحركة الانتقالية ان انا يكون جسمي ليه نقطة بداية ونهاية، يعني مثلا زي ما اكون ماسك الورقة ورميتها في الباسكت، نقطة البداية عندي اللي هي ايديا ونقطة النهاية الباسكت، دي اللي انا بسميها حركة انتقالية، ليها نقطة بداية ونقطة نهاية. طيب الحركة الدورية دي حركة بتكرر نفسها بانتظام مع الزمن، زي حركة الجسم في دائرة، الحركة الدورانية، الحركة الموجية، الحركة الاهتزازية. الحركة الاهتزازية اللي هي زي حركة بدول الساعة. الحركة الموجية اللي زي بينتقل فيها الأصوات، فاكرين انتوا في الإعدادي درسنا الموجة المستعرضة وقمم وقيعان، دي حركة بتكرر نفسها بانتظام مع الزمن. اللي بيحدث فيه عندكم تداخل فكرة ان انا يعني حركة دورية ولا دورانية ولا دائرية، الحركة نفسها اسمها الحركة الدورية، يندرج تحتها حركة في دائرة والحركة الدورانية. طب هي الحركة في دائرة مش هي الحركة الدورانية؟ لا، في فرق بينهم، تعالوا نشوف كده الفرق. الحركة في دائرة ان انا يكون عندي جسم وبيدور في محيط دائرة، انما الحركة الدورانية ان الجسم نفسه هو اللي بيدور، يبقى في فرق بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية. هندرس بعد كده السرعة، في عندي السرعة المنتظمة، لو انا عندي جسم كده في الثانية الأولانية قطع 10 متر، في الثانية الثانية قطع 10 متر، في الثانية الثالثة قطع 10 متر. في الحالة دي أنا بقول إن الجسم ده تحرك بسرعة منتظمة، يعني إيه؟ يعني قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طيب تعالوا بقى نشوف كده، أهو أدي كده دلوقتي اتقطع مسافة متساوية في نفس الإيه؟ في نفس الزمن، ودي بيمثل ليها خط مستقيم، يعني الرسم البياني بتاعها عبارة عن خط مستقيم. طيب تعالوا نشوف هنا كده السرعة غير المنتظمة، لو احنا شايفين العربية دي اتحركت في الثانية الأولانية قطعت 10 متر، العشرة متر التانيين قطعتهم في 15 ثانية، طب العشرة متر اللي بعد كده اتقطعوا في 22 ثانية، يبقى أقول مسافات متساوية بس في أزمنة غير متساوية. طب ينفع أقول مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية؟ أيوه، المهم ان الفكره ان الاثنين مش متساويين، يبقى قطع الجسم لمسافات متساويه في ازمنه غير متساويه تسمى السرعه غير المنتظمه، ودي بعبر عنها في الرسم البياني بشكل متعرج، اي حاجه موجوده في شكل منحنى يبقى ده غير منتظم. غير منتظم يعني يعني في عندي جزئيه في المنحنى عاليه وفي جزئيه منخفضه، يبقى اي خط مستقيم يبقى منتظمه، اي خط في الرسم البياني متعرج او عامل كيرف عامل منحنى ده بسميه العجله او سوري السرعه غير المنتظمه. تعالوا بقى نشوف الفيزياء السنه دي واحنا هندرس فيها ازاي نقدر نجيب نصف قطر الارض. طبعا احنا طلعنا دلوقتي الفضاء وقسناها من فوق، لكن من عدد من السنين قد يصل إلى سنة 240 قبل الميلاد، كان في عالم اسمه إيراتوسنس. إيراتوسنس ده كان مدير مكتبة الإسكندرية، قدر بحاجات بسيطة جدا إن هو يدرس أو يشوف يقدر يحسب نصف قطر الأرض.
ازاي؟ بدأ يعمل مجموعة من القياسات. جه في في شهر يونيو، يوم 21 يونيو، وجد ان العمود ليه ظل على الارض في في مدينه الاسكندريه، بينما في اسوان ليس له ظل. فقال ان اشعه الشمس دي اشعه متوازيه، ازاي يبقى في عندي ظل في الاسكندريه ومفيش ظل في اسوان؟ وبدا بمجموعه من القياسات يثبت ان الارض دي ارض كرويه، وبدا برضو عن طريق ان هو بيعوض في القوانين الرياضيه انه يقدر يحسب نصف قطر الارض، وبالتالي دي ساعدتني في حاجات كتير. طب نحاول كده نشوف الفيديو معانا ده اللي هيوضح لي إيراتوستس. طبعا احنا قلنا حجم الارض كان من الصاروخ اللي احنا وصلنا له تقريبا منتهى الدقه مع إيراتوستس. بعض المراجع بتسميه إيراتوستس. ادي الظل، ادي العمود العصايه بتاعته اللي كانت في مدينه الاسكندريه. وقاس المسافه بين عندنا في اسوان، ولقى ان في عندي ظل هنا بينما مفيش ظل الناحيه التانيه في المدينه التانيه. قاس المسافه بينهم، وجد ان المسافه دي الزاويه بتاعتي 7.2. قال ان اشعه الشمس دي اشعه متوازيه، وعامله ظل في العمود في الاسكندريه. قاس الزاويه وبدا عن طريق التعويض في المعادلات الرياضيه يحدد نصف قطر الارض، عن طريق انه قاس المسافه اللي لقاها تقريبا حوالي 800 كيلو متر، وبدأ يعوض في المعادلة الرياضية عن طريق حساب نصف قطر الأرض والقوس والانحناء، ومنها طلع لي نصف قطر الأرض اللي هو 40,000 كيلو متر. لو أنا بصيت للفيديو هلاقي نفسي الفكرة سهلة، يبقى بالتالي لما أشوفها في الكتاب هلاقي نفتكر الفيديو ده هتلاقي الدنيا سهلة بالنسبة لي. هندرس كمان قوانين نيوتن للحركة، القانون الأول ويسمى قانون القصور الذاتي، القانون الثاني هندرس له F بتساوي M في A، دي المعادلة الرياضية بتاعته، القانون الثالث لكل فعل رد فعل. تعالوا نشوف بقى موضوع رد الفعل وقوانين نيوتن اللي بتفسر لي كتير من الحاجات اللي بتحصل في حياتنا. زي حضرتك لما بتكون راكب المترو أو راكب أتوبيس، لما بيبدأ الأتوبيس يتحرك إلى الأمام بيندفع الركاب إلى الخلف، ده سببه ايه؟ سببه بيفسره لنا قانون نيوتن الاول. يبقى اذا انا دلوقتي الفيزياء معايا اهو، وبنفتكر القانون ده اول ما نركب، ايه اللي بيحصل؟ رجلين حضرتك ثابته والاجسام بتميل للاحتفاظ بحالتها من حاله السكون او الحركه، فتفضل رجليك ثابته، لما تبدا الاتوبيس يتحرك لقدام رجليك هتبدا تتحرك، بينما باقي جسمك هيحاول يحافظ على حالته من حاله الثبات، وبالتالي حضرتك بتندفع الى الايه؟ الى الخلف. ادي الفيزياء وادي درس قانون نيوتن الاول اللي احنا اكيد اكيد كلنا بتحصل لنا الحركه دي. كمان لو بتتابع ماتش كوره، لو انا زقيت كوره كده الكوره اتشاطت كده هتمشي بسرعه معينه، بعد كده السرعه بتاعتها بتبدا تقل حتى تتوقف. طب قانون نيوتن بيقول ان الاجسام عايزه تحتفظ بحالتها، طب الكلام ده غلط يا عم نيوتن؟ لا، الكلام ده لان في هنا احتكاك، قوه احتكاك بين الكره والارض، وده اللي بيسبب لي ان الكره بتتغير الحاله بتاعتها. احنا لازم يكون عندي مؤثر خارجي هو اللي يساعد على تغيير حاله الجسم زي ما قانون نيوتن بيقول. طب لو انا عندي كره كده في نص الملعب، هل الكره دي هتتحرك منها لنفسها ولا محتاجه مؤثر يتحرك عليها؟ الكره طول ما هي محطوطه ما حدش جه ناحيتها هتحاول تحتفظ بحالتها من حاله السكون. طب لو اثر بقى عليها قوه خارجيه، جه واحد كده وشاطها، يبقى هنا في قوه خارجيه اثرت عليها وبدات تغير حالتها من حاله السكون لحاله الايه؟ لحاله الحركه. كمان القانون الثالث لنيوتن لكل فعل رد فعل، خدوا بالكم دلوقتي السباح عندي هيعمل ايه؟ بيضرب الارض وينط. ايه اللي بيحصل؟ السباح هنا زق الارض
بقوة عشان الأرض تدفعه إلى أعلى ويقدر ينط لمسافة أبعد في الماء. الترم التاني هنتكلم على الحرارة، وزي ما خدنا وحدات قياس قبل كده هناخد وحدات قياس الحرارة. عندي السيليزيوس، وده اللي احنا عارفينه اللي كانت مسميه الدرجة المئوية. الجديد عندنا بقى ان انا عندي درجة اسمها الكلفن ودرجة الفهرنهايت. طيب الوحدات ديت بقيس بيها درجة الحرارة، هي وحدات مختلفة للحرارة، وممكن احول احد الوحدات الى اخرى. يعني السيليزيوس غليان المية عند 100 درجة سيليزيوس، دي المية بتغلي عند 100 درجة سيليزيوس، بينما بتتجمد عند 0 درجة على التدريج سيليزيوس. لما اجي على الكلفن هلاقي ان المية بتتجمد عند 273 درجة بينما تغلي عند 373 درجة. طب لو انا عايزة احول من السيليزيوس للكلفن او من الكلفن للسيليزيوس، برضو انا عندي مسائل رياضية في هذا المنطلق. طب ما انت عارف ان الصفر في الدرجة المئوية بتعادلها 273 في الدرجة الكلفينية. اذا لو انا عايزة اقول مثلا بقت 1 درجة سيليزيوس اصبحت على الكلفن 274، طب 3 يبقى 275. اذا عشان احول من الدرجة السيليزية للدرجة الكلفينية بجمع عليها 273. الرقم ده ثابت او الرقم ده ثابت؟ طيب لو انا حبيت اعمل العكس، العكس يعني ايه؟ ان انا احول من الدرجة الكلفن للدرجة السيليزيوس. نفس العملية، هطرح درجة الكلفن الكبيرة بأطرح منها 273 هتتحول للدرجة السيليزية الصغيرة. يبقى اذا حتى المسألة عندي ممكن احلها بمنتهى السهولة. كمان ما ننساش ان درجة الحرارة دي بتقاس بالترمومتر. السنة دي كمان هندرس انواع جديدة من الترمومترات يمكن انت ما تعرفهاش قبل كده. كلنا عارفين ومتاح عندنا في البيت الترمومتر الطبي او الترمومتر اللي بحطه على في بق المريض لما اكون عايز اقيس درجة حرارة جسم الانسان، اللي هو تدريجه تقريبا من يعني لغايه 42 او 41 ده اقصاه، وبيبدا تقريبا من 35. لو انت دخلت معمل المدرسه وكنت بتعمله تجربه علميه واستخدمت عمليه التسخين، ممكن في الحاله دي هتلاقي الترمومتر حجمه اكبر شويه وهلاقي تدريجه قد يصل الى 100. طيب السنه دي بقى هندرس انواع جديده من الترمومترات. مش شرط الترمومتر يبقى بالشكل الهيكل اللي عند حضرتك في البيت، يعني مش شرط انه يكون عباره عن مستودع موجود جوه جزء زجاجي او انبوبه زجاجيه وعليها تدريج، لا احنا كمان هندرس حاجه اسمها الترمومتر البلاتيني والترمومتر الغازي. وهندرس فيهم ازاي كل ترمومتر الخاصيه الفيزيقيه المرتبطه بيه اللي بتخليني اشتغل عليه او بيشتغل ازاي. اذا انا دلوقتي لما اجي بدرس درجه الحراره هدرس وحدات قياس جديده عليا وفي حاجات انا عارفها، يبقى انا دلوقتي بزود المعلومات بتاعتي. حط في دماغك كده ان دايما اتعلم العلم للعلم نفسه. حضرتك في مقوله بتقول ان اتعلم العلم لانك لا تدرك متى تحتاج اليه، انت ممكن في اي توقيت تحتاج لهذه المعلومه الصغيره اللي ممكن تكون زودت من الثقافه بتاعتك. طيب المسائل الرياضيه احلها ازاي؟ زي ما قلنا انا عارفه الرمز، هبدا احط القانون بتاعي اللي هو مرتبط بيه الرموز اللي عندي، وابدا في الحاله ديت اشيل الرمز واحط قيمته الرياضيه واستخدم الاله الحاسبه. كلنا شطار في الاله الحاسبه، يبقى حتى لو انا ما بحبش الرياضه ممكن قوي بالتدريب وكثرة حل المسائل والأفكار هلاقي نفسي موضوع المسائل سهل. يبقى لو أنا عندي تعريف عرفت خلاص أنا بحفظه إزاي، لازم أفهمه، يا إما ممكن أعيد كتابته عدة مرات، يا إما إحنا عملنا حلقة كاملة عن إزاي أقدر أحفظ التعريف، إزاي أقدر أحفظ حاجة أنا مش عارف أحفظها لصعوبتها. بفهمها، بكتبها عدة مرات، بسجلها على موبايل وبسمعها بالمايك في وداني كذا مره، كل ده بيساعدني على ايه؟ على تثبيت المعلومه. المسائل لو انت بتحب رياضه الفيزياء بالنسبه لك هتبقى حاجه كويسه جدا، لانها السنه دي عندي كم من المسائل كتير جدا وعندي كم من القوانين كتير جدا، والقانون بتاعي سهل لو انا عرفت مكوناته. اي حاجه بعرف مكوناتها
بتبقى عندي سهله. القانون بيتكون من مجموعه من الرموز، والرمز ده انا بجيبه من المساله. في حاجه اسمها المعطيات، انا اول ما امسك المساله افصصها الاول على جنب، اشوف هو مديني ايه وطالب مني ايه، سرعه وعجله وكده، يبقى القوانين الاولانيه بتاعه الحركه. لا ده قاعد قال لي ده في قوه وعندي كتله، لا يبقى ما ينفعش قوانين الحركه اخد قوانين نيوتن. لا ده في جسم وكروي واداني كتلتين واداني نص قطر، لا ده انا كده رحت ناحيه الايه الحركه الدائريه. يبقى اذا ما نخافش من المسائل وما نخافش من حلها، الدنيا هلاقيها معايا سهله وهقدر اشتغل عليها. يلا نكمل كده مع بعضينا. الدرجه السيليزيوس، قلنا ان غليان الميه عند 100 درجه سليزيوس والتجمد الماء عند صفر. في الكلفن هلاقي ان الغليان عند 373 والتجمد عند 273، ويبقى عندي الفهرنهايت، ودي درجه جديده علينا برضو السنه دي، يتجمد فيها الماء عند 32 ويغلي عند 212. الترمومترات عندي ترمومتر السوائل اللي هو شبه اللي عندي في البيت بالظبط، عندي الترمومتر الغازي وعندي الترمومتر البلاتيني. هندرس مع بعضينا السنه دي الخاصيه الفيزيقيه لكل ترمومتر فيهم والماده اللي موجوده. كمان هندرس فروض النظريه الجزيئيه، يعني اي ماده بتتكون من مجموعه من الجزيئات. هنشوف جزيئات الغاز وازاي في مسافات بينها بينيه بينها كبيره وقوه التجاذب بينها قليله. هنشوف جزيئات الجوامد، والجوامد هنا المقصود بيها المادة الصلبة. هنشوف جزيئات السوائل ونشوف خواص كل جزيء من هذه الجزيئات. كمان هندرس حالات المادة إذا كانت صلبة أو سائلة أو غازية، وطرق انتقال الطاقة الحرارية بالتوصيل في المواد الصلبة، وأعتقد إن احنا سبق درسنا الموضوع ده، بالإشعاع في الفراغ وبالحمل في السوائل والغازات. احنا هندرسها بصورة اوسع شوية من اللي حضرتك سبق ودرستها في الاعدادي. كمية الحرارة، هندرس كمية الحرارة السنة دي، ونعرف ان كل جسم ليه كمية حرارة خاصة بيه. نعرف ان الحرارة بتنتقل من الاعلى درجة حرارة للاقل درجة حرارة، يعني الجسم الساخن بتنتقل حرارته الى الجسم الاقل حرارة منه حتى يتساوى درجة حرارة الجسمين. وهنعرف ان الجزيئات المواد الساخنة بتكون ليها طاقة حركة اكبر من جزيئات المادة الباردة، وبالتالي الحرارة بتنتقل من الأعلى درجة إلى الأقل درجة. كمان هندرس قوانين رياضية خاصة بالحرارة، كمية الحرارة اللي هي بتساوي كتلة الجسم اللي هي رمزها M، خلاص احنا خلاص عرفناها بقى وهتمشي معانا. الحرارة النوعية اللي هي C، والتغير في درجة الحرارة، واحنا عارفين درجة الحرارة temperature فبرضو رمزها T، وهلاقي في مثلث ظاهر عندي ده معناه التغير. وكمان هندرس وحدات للقياس لكل وحدة عندي. وحدات القياس دي مطلوبة مني لما أكون مطلوب مني أي حاجة في المسألة. طبعا دي مسألة ده قانون مباشر، ممكن يديني ثلاث حاجات ويطلب الرابع، دي بتعتمد على الرياضة. هنتكلم كمان السنة دي على تغير الحالة، ودي من الدروس السهلة جدا. احنا درسنا ان حالات المادة الثلاثة صلبة وسائلة وغازية، ويمكن تحويل احد صور المادة الى اخرى. يعني مثلا قطعة التلج انا ممكن اسيبها فتنصهر فتتحول من الحالة الصلبة اللي هي فيها اللي هو كشكل مكعب او شكل اي شكل متجمدة عليه الى سائل، وذلك باكتساب الحرارة، يبقى تحولت من الصلب الى السائل. نفس العملية لو أنا عندي سائل وبدأت أعمل له عملية تخفيض في درجة الحرارة، ممكن يتحول للشكل الصلب بتاعي اللي هو التلج، يبقى يمكن تحويل الحالة من المادة من حالة إلى أخرى. كمان الماء أو أي سائل أنا بستعمل له عملية تسخين زي ما احنا شايفين بتبدأ يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. طب لو أنا قفلت على السطح ده من فوق بغطاء، ده بيخلي جزيئات الغاز تتكثف عليه، يعني بتتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة مرة أخرى.
آخر حاجة في المنهج عندنا السنة دي هندرس الثلاجة الكهربية، فكرة عملها ليه، لو حطيت ايدك على الثلاجة في الجنب او في الخلف بتشعر بحرارة، عندي الزعانف النحاسية، عندي الانابيب اللي بيمشي فيها غاز الفريون، وغاز الفريون ده الغاز اللي بيستخدم في فكرة عمل التلاجة، اللي هو تحويل أو استخدام غاز سريع التبخر اللي هو الفريون، وإزاي بيقدر يخلصني من الأدخنة أو من السخونة اللي موجودة في المجمد بتاعي، ويبدأ يتخلص منها في الهواء الجوي. طيب يعني اذا انا السنه دي الترم بتاعي بينقسم، احنا عندنا ترمين، الترم الاولاني بيتكلم على الحركه، على السرعه، العجله اللي احنا اوريدي كنا دارسينهم في الاعدادي، ولكن احنا هنبدا دلوقتي نتعامل مع حضرتك على انك طالب في الثانوي، مستوى تفكيرك بقى اعلى شويه، وهنبدا نتعامل مع الرموز. تكرار الرموز هيسهل عليا بعد كده التعامل معاها، ويمكن على بعد مرور فترة كده من الوقت هلاقي نفسي ان بقول ده الرموز او حل الرموز اسهل من اللي انا كنت بكتبه، لان انا بدل ما اكتب كلمة سرعة يعني اكتب س ر ع ت، لا ده انا بكتب رمز حرف واحد بس، واول ما بشوفه بعرف القانون بتاعي. يبقى القوانين دي وضعت عشان خاطر عملية الايه، عملية التبسيط. وهنبدأ ندرس قوانين نيوتن، عندي 3 قوانين لنيوتن، كل قانون فيهم عندي نص للقانون، وعندي صيغة رياضية، وعندي قانون رياضي بحل عليه مسائل. يعني مثلا قانون نيوتن الأول ليه صيغة رياضية اللي هي سيجما اف بتساوي صفر، الرمز بتاعي أو الشكل بتاعي ده بيحفظ كما هو. ما عنديش مسائل على قوانين نيوتن الأول، ولكن عندي تطبيقات ليه زي ما شفنا حركة اندفاع الركاب إلى الأمام وإلى الخلف. طيب القانون الثاني لنيوتن، لا ده أنا عندي قانون، عندي نص قانون وده تعريف عشان احفظه، اعمل ايه؟ اي طريقه تناسبني، يا اما بتكرار كتابه التعريف، يا اما ابدا اجيب ورقه كده واكتب التعريف بلون ونفس اللون بتاعي رأس التعريف وتحت النص بتاع التعريف، يا اما اسجله، والابدا من ده كله ان انا ابدا افهمه، انا باخد وسيله تساعدني على عمليه الايه؟ عمليه الحفظ وعدم تداخل التعريفات مع بعضها. كمان قانون نيوتن الثاني، زي ما انا عندي نص للقانون عندي ما يسمى بالمعادلة الرياضية. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت اقول القانون بتاع نيوتن التاني بقول فيه محصلة القوة، محصلة القوة المؤثرة على جسم، يبقى انا بتكلم على قوة، يبقى اف، يبقى القانون بتاعي بتساوي ايه؟ بتساوي يبقى هي برمز لها برمز اف، يبقى في القانون بتاعي برمز لها برمز الاف. طيب بعد انا بحل المسائل، تكرار المسائل فيها افكار، الدنيا حلوه معايا. كمان عندي القانون الثالث، القانون الثالث عندي اللي هو بتاع تطبيقاته الغواص، ما عنديش مسائل رياضيه عليه اللي هي مساله الغواص بس، يعني انا لو دفعت الجسم الارض بقوه هي بتردها لي، زي حضرتك كده لو خبطت الترابيزه جامد هتلاقي نفسك ايديك بدات تحس بالم، لا لان الترابيزه بترد لك الخبطه تاني. مش مصدقني؟ قوم اخبط دماغك في الحيط، لو خبطت دماغك في الحيطه هتلاقي دماغك هي اللي وجعتك، ليه؟ لان زي ما انت خبطت الحيطه، الحيطه ردت لك تاني. ده حاجات كتيره جدا بتحصل في حياتنا بتؤكد المعلومه. الفيزياء قدمت لي حاجات كتيره في حياتي، بتعامل معاها، بتعامل معاها. طب الكتاب عشان اذاكره، اذاكره وانا بقول ان الفيزياء هتضيف لي معلومه. بجانب قوانين نيوتن هنبدا نتعرف على الحركه الدائريه، وازاي القمر الصناعي، وعندي ازاي فكره عمل الصاروخ هندرسها السنه دي، وازاي الصاروخ دوت بيبدا ينطلق من الارض ويخرج الى الفضاء الخارجي ويبدا ياخد القمر الصناعي ويبدا يحطه في مكانه. شوف بقى حضرتك عد كده كام حاجة استفدتها من وجود القمر الصناعي، البث التلفزيوني، البث بتاع نقل المباريات اللي احنا بنتابعها، كل دوت ما كانش هيبقى موجود لولا وجود القمر الصناعي. إذا الفيزياء أنا بدرسها كمادة، لو أنا بحب الرياضة هتبقى جميلة معايا، لو أنا مش بحبها خلاص أنا همشي على الخطوات بتاعتي، أعرف الرموز، أعرف القانون، أعوض أشتغل على الحاسبة، همشي على الـ4 خطوات مش هيبقى عندي مشكلة. طيب لو انا عندي بعض الرموز انا مش عارف احفظها، هعمل جدول بسيط جدا وابدا اكتب مثلا السرعه باللون الاحمر وجنبها في باللون الاحمر، العجله باللون الازرق جنبها الاي باللون الازرق، هيبدا يحصل في عندي ارتباط
بالشكل بتاعي، كأن عقلي ودماغي بتحفظ معايا في حاجه في دماغي اسمها الفوتو ميموري في دماغي، لازما بتبقى عامله زي كوبي للصوره اللي قدام مني لو انا فضلت مركز فيها وقريتها فتره طويله. في مقوله في الاخر اقدر اقول ان في مقوله بتقول هاو دو يو ايت ان اليفنت، ازاي تقدر تاكل فيل، بصرف النظر ان احنا مش هناكل فيل ولا حاجه، لكن ازاي تبقى حاجه عندك ضخمه جدا انا عايز اخلص منها. ازاي هتاكل الفيل؟ بايت ات ذا تايم، وان بايت ات ذا تايم، كله قطمه قطمه. اي منهج عندي سواء كان فيزياء او اي ماده تانية في عندي صعوبه فيها ابدا امسكها افصصها لمكوناتها، جزء عايز يتحفظ، جزء عايز يتفهم، جزء عايز التدريب عليه، هلاقي في الاخر الماده بتاعتي ماده سهله واقدر ان انا اذاكرها بمنتهى السهوله. طيب لو انا حبيت الماده هلاقي نفسي بحبها وبذاكرها وهتفوق فيها، نظرا ان انا هنا انا بحب الماده. ماده الفيزياء ما ندرسهاش على انها ماده وهنمتحنها اخر السنه وانتهى الامر، لا، ذاكرها بشغف، ذاكرها علشان تعرف معلومه بتحصل حواليك، ذاكرها عشان خاطر تفسر لك حاجات بتحصل حواليك، ذاكرها علشان تثقف نفسك. زي ما قلنا ذاكر العلم او ادرس العلم او تعلم العلم فانت لا تدري متى تحتاج اليه. اذا انا لو بحب لو انا مش بحب ماده عمري ما هنجح فيها وعمري ما هتفوق فيها، لان انا خلاص كونت كده حائط صد بيني وبينها. لكن اي ماده عندي سواء كانت فيزياء او اي ماده تانية، نصيحتي ليكو امسك الماده وشوف مكوناتها ايه، فيها رسومات ابدا ارسم جزيئات الرسمه وكل جزء بلون، احط الرسمه اللي انا حطيتها دي قدام عينيا فتره طويله. العلم بيقول ان لو قعدت بصيت لصوره لمده 18 دقيقه انت بتحفظها، هتيجي وانت قاعد في الامتحان تلاقي نفسك الورقه كانها اتحطت قدام منك. وارجع واقول انت بتقعد في الامتحان وتقول الحته دي كانت موجوده في الكتاب في الصفحه اليمين فوق. اذا ده الفوتو ميموري بتاعتك بس انت مش مركز معاها. يعني لو حضرتك مشيت باي صوره من الصور اللي انا قلتها باي فكره، انتوا ممكن يا اولاد يكون عندكم افكار غير اللي عندي، ممكن تكون افكاركم احسن من اللي عندي، يا ريت يكون في تواصل وتعرفوني ايه الطريقه اللي انتوا يعني اعتمدتوها وجابت نتيجه معاكم. يعني كل واحد فينا ليه ملكه يقدر يتفوق فيها، ناس عندنا بتحفظ، ناس عندنا بتحب تفهم، ناس عندنا بتحب الرياضه، اوكي انت استغل الملكة بتاعتك بالاضافة الى انك انت بتحاول انك انت تعدل او ترفع من شأن حاجة قليلة عندك. يعني انا ما بحبش الرياضة، ما بعرفش احل مسألة، هحل مسألة واثنين وثلاثة هلاقي نفس الخطوات بتتكرر مرة واثنين وثلاثة، اصبحت الامور عندي سهلة. مسألة بفككها بشوف معطياتي، بشوف القانون بتاعي وابدا اعوض عليه. اتمنى ان تكون السنه دي سنه سهله عليكم، اوكي، ونحصل فيها اكبر قدر من المعلومات. يعني انا سعدت بلقائي معاكم واتمنى ان احنا ان شاء الله نتقابل مره تانية في خلال شرح المنهج الدراسي، وهنلاقيه قد كده سهل، وهتلاقوا كل الكلام اللي انا اتكلمنا عليه النهارده موجود معايا في المنهج. وسعدت بلقائي بيكم، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.